عقارب الساعة تتقدم أكثر فأكثر، والترقب هو سيد الموقف، ولا يزال الغموض يحيط بمصير الغواصة تيتان. المهندس الأسترالي رون ألوم الذي ساهم ببناء الغواصة المفقودة يخشى السيناريو الأسوأ، وهو انهيار هيكل الغواصة الذي سيؤدي إلى كارثة حقيقية. يقول ألوم إن الهيكل معرض للانهيار بسبب الضغط الهائل تحت الماء، ودرجات الحرارة ستصل إلى درجتين مئويتين داخل الغواصة، وسيكون الأكسجين محدوداً. الأسوأ من ذلك سيكون وجودها في قاع المحيط الأطلسي بسبب عدم وجود غواصات إنقاذ قادرة على مساعدة أي شخص في هذا العمق. ورغم مرور ساعات طويلة على فقدان الغواصة، يأمل ألوم أن يرى نتيجة إيجابية وأن يكون عطلاً كهربائياً وراء فقدان الاتصال معها. فهل تحمل الساعات المقبلة أخباراً سارة عن مصير المفقودين في تيتان؟